يقول: هل يجوز الصلاة خلف الصوفي القبوري؟ وهل هناك فرق بين عوام الصوفية وعلمائهم؟ الذي يشرك بالله لا تصح الصلاة خلفه ولو كان جاهلا، ما تصح الصلاة خلفه، وعنده شرك، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، ما تصح الصلاة خلفه. أما المبتدع اللي بدعته دون الشرك، عنده معصية وعنده، فهذا إن وجدت غيره لا تصلي خلفه، وإن لم تجد الله لا تخلي صلاة الجماعة، صل مع الجماعة وتبين له، تدعوه إلى الله وتبين له. نعم.